بعد إدخال المساعدات إلى داري المحاصرة، مطالب دولية بإلقاء المعونات جواً لفك الحصار. أخبار الآن تواكب تقدم القوات العراقية والعشائر في معارك الفلوجة ضد داعش. في استوديو الآن أيضاً، قصة غفران شيخاوي تونسية انضمت إلى داعش، تروي لأخبار الآن استغلال التنظيم للقاصرات. مساء الخير مشاهدينا، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من استوديو الآن، نقدمها لكم مباشرة من دبي. نبدأها بموجز لآخر الأخبار، نبدأه بالملف السوري، حيث أعلن الإعلام التابع لنظام الأسد عن وقوع 3 قتلى وعدد من الإصابات في تفجير قرب جامع الخلفاء الراشدين في اللاذقية غرب سوريا. وأضاف إعلام النظام أن التفجير هز مدخل حي الدعتور بالقرب من جامع الخلفاء في المدينة الساحلية التي يسيطر عليها النظام. شنت قوات سوريا الديمقراطية معركة لطرد تنظيم داعش من مدينة منبج الاستراتيجية الواقعة شمال سوريا، وأكدت مصادر كردية أن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على منبج هي مسألة أيام، كما شددت المصادر ذاتها على انهيار دفاعات داعش على الضفة الغربية من نهر الفرات، فيما أشارت المصادر الكردية إلى أن قوات سوريا الديمقراطية باتت على بعد 10 كيلومترات من منبج. ويرى المسؤولون الأمريكيون أن منطقة منبج تعتبر مركزا استراتيجيا لداعش في استقدام وإجلاء مقاتلي التنظيم من وإلى أوروبا، إضافة إلى كونها مدينة رئيسية من المدن التي يركز عليها التنظيم ويركز فيها قواته. قال مساعد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا رمزي عز الدين رمزي إنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على خطة لإيصال المساعدات إلى القرى المحاصرة في سوريا جوا، غير أن روسيا وأطرافا أخرى قلقة حيال سلامة عمال الإغاثة، كما أن موافقة نظام الأسد ضرورية لتنفيذ العملية المحفوفة بالمخاطر على حد تعبيره. رمزي قال للصحفيين بعد اجتماع لمجموعة العمل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة أن إسقاط المساعدات جوا يبقى خيارا إذا لم ينجح إيصالها برا، مضيفا أنها ليست وشيكة. في اليمن تمت أول عملية تبادل أسرى بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في منفذ غراب شمال غربي مدينة تعز. تم تبادل 19 أسيرا من الميليشيات مقابل 16 عنصرا من المقاومة الشعبية. يأتي ذلك في حين تواصل ميليشيات الحوثي وصالح في تعز خرقها للهدنة في قصفها على الأحياء السكنية في المدينة مخالفة العديد من الضحايا. قتل 9 مدنيين وأصيب 13 آخرون في هجوم شنته جماعة بوكو حرام على قرية في منطقة ديفا في جنوب شرقي النيجر. بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فإن المهاجمين استولوا أيضا على شاحنة محملة بالبضائع وفروا بها باتجاه نيجيريا. قال المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان إن إجراء محادثات مع جماعة طالبان الأفغانية لإنهاء الحرب في أفغانستان أمر غير مرجح في الفترة المقبلة، بعدما اختارت الجماعة الملة هيبة الله أخوانزادة زعيما جديدا لها. هذه هي المرة الأولى التي يشكك فيها مسؤول عسكري أمريكي علنا في إمكانية نجاح الرئيس باراك أوباما في تحقيق هدف رئيسي للسياسة الخارجية، وهو جلوس الجماعة إلى طاولة المفاوضات. فشلت دول منظمة الأوبك في التوصل خلال اجتماعها في فيينا اليوم إلى اتفاق بشأن تغيير سياسة المنظمة في مجال إنتاج النفط، ولم تتمكن من تحديد سقف جديد لحجم إنتاج النفط. هذا وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 49 دولارا للبرميل بانخفاض 71 سنتا، وهبط خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة ب 83 سنتا إلى 48 دولارا و17 سنتا للبرميل. أعلنت مصادر في لجنة تحقيق مصرية عن تضييق نطاق منطقة البحث عن صندوقي الطائرة المصرية المنكوبة إلى 2 كيلومتر من 5 كيلومترات في أعماق البحر المتوسط. وبحسب المصادر فإن حصر نطاق البحث يأتي بعد رصد إشارات من الصندوق الأسود للطائرة من قبل سفينة لابلاس التابعة للبحرية الفرنسية. أعلنت الشرطة الألمانية قتل 5 أشخاص على الأقل جراء فيضانات اجتاحت ولاية بافاريا جنوبي البلاد،
وقالت شرطة مدينة ميونخ إن عملية الإنقاذ مستمرة وما زال البحث جاريا عن المفقودين، لا سيما في جنوبي الولاية التي شهدت في اليومين الماضيين تساقط أمطار غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات جارفة. أوضحت أن الوضع ازداد صباح اليوم سوءا، ما جعل فرق الإنقاذ تزيد أعداد طواقمها في وقت وصل منسوب المياه إلى رقم قياسي وهو 3.61 متر. ضرب زلزال بقوة 6 درجات و5 أعشار الدرجة قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية صباح اليوم، كما أفاد المعهد الأمريكي للرصد الجيولوجي دون الإشارة في الوقت الحالي إلى وقوع ضحايا ودون إصدار إنذار بوقوع تسونامي. كما انقطع التيار الكهربائي في بعض المناطق لكنه عاد سريعا ولم تصدر السلطات أي أمر بإجلاء السكان. ألمانيا تلجأ للكفاءات السورية لصد النقص في المعلمين. كيف حول اللاجئ السوري نفسه من عبء على الدولة المضيفة إلى مصدر دخل لها؟ التفاصيل تتابعونها بعد قليل مشاهدينا، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة حول سوريا يوم غد للبحث فيما إذا كان من الضروري إلقاء مساعدات إنسانية من الجو للمناطق المحاصرة في البلد، بعدما سمح نظام الأسد بدخول قوافل المساعدات إنسانية إلى مدينتين محاصرتين. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. 4 سنوات من الحصار فقدت فيه الأغذية والأدوية في مدينتي دارية والمعظمية بريف دمشق، وغابت معه القوافل الإغاثية التي حرص نظام الأسد على منع وصولها إمعانا في قتل السوريين وتجويعهم حتى الموت في انتهاك واضح لمبادئ حقوق الإنسان. رغيف خبز يسد جوع 4 سنوات من الحصار ويسكت صوت أمعاء خاوية بات حلم كثير من الآباء والأمهات الذين يجلسون مكتوفي الأيدي أمام عويل أبنائهم. لكن اليوم جزء من الحلم تحقق لقرابة 8000 محاصر بعد أن نجحت قوافل تابعة للصليب والهلال الأحمرين في دخول المدينتين محملة بلوازم العلاج ولقاحات الأطفال وحليبهم. المجلس المحلي لمدينة دارية أكد أن القافلة تحمل مساعدات طبية من دون مساعدات غذائية، وأكد أيضا أنها المرة الأولى التي تدخل فيها قوافل أغاثية إلى المدينة منذ حصارها في تشرين الثاني نوفمبر سنة 2012. تلك الأزمة الإنسانية التي طال أمدها حظيت أخيرا باهتمام المسؤولين الأوروبيين وسط رغبة واضحة منهم في تقديم ما يلزم للمحاصرين في المدن السورية، فبات خيار تقديم المساعدات جوا أقرب من أي وقت مضى. إذ طالب السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر المنظمة الدولية بإلقاء المساعدات الإنسانية جوا على المدن المحاصرة، وقال إن إمكانية إيصالها برا ليس آمنا. نظيره البريطاني لدى الأمم المتحدة طالب بعقد جلسة طارئة لإصدار قرار يجيز إلقاء المساعدات من الجو تنفيذا لما كانت المجموعة الدولية لدعم سوريا قد اتفقت عليه الشهر الفائت. حول الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف من درية فادي محمد، عضو مكتب العلاقات في المجلس المحلي لمدينة درية. سيد فادي مساء الخير، أهلا بك معنا. إذن بعد سنوات من الحصار دخلت أول قافلة مساعدات إلى درية، ماذا وصلكم إلى حد الآن؟ هل ما دخل من مساعدات يفي بالحاجات الضرورية للناس هناك؟ مساء الخير. حقيقة دخلت بالأمس 5 شاحنات من الأمم المتحدة، من المؤسف أنها تسمى مساعدات بينما هي في حقيقة الأمر لا تحوي أي مواد يمكن أن يطلق عليها مساعدة، هي فقط تحوي مواد تصنف طبية ولكنها ليست بالضرورة التي يحتاجها المحاصر منذ 3 سنوات ونصف. فقط نصف شاحنة تحوي كمية من الحليب لا تكفي لتوزيع مرة واحدة على الأطفال المحاصرين في دارية. الشاحنات الخمس معظمها نصفها أو أقل من النصف. المواد والأصناف الموجودة بحسب تأكيدات المشفى الميداني لا تكفي لتشغيل المشفى الميداني لأسبوع أو أسبوعين بالحد الأقصى، وباقي المواد هي ليست بذات الأولوية والضرورة. سبق وأكدت تقارير الأمم المتحدة بوجود حالة إنسانية متردية وأخذ بالتراجع في مدينة دارية وضرورة وأولوية إدخال المساعدات الإغاثية.
طبعا يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار هجمات النظام السوري على طيب الجبهة الجنوبية لمدينة نعم. نعم، دعنا ربما نتحدث أكثر في تفاصيل هذه المساعدات. قلت بأن ما دخل هو لا يفي بما يحتاجه الناس هناك أو بمدى ربما حاجياتهم العاجلة لأهم المواد الغذائية أو أيضا الطبية. هل نسقتم مثلا مع الصليب الأحمر الدولي؟ هل علمتم إن كان ربما سيدخل قوافل أخرى؟ وما مطالبكم فيما يخص ما تحتاجونه الآن بشكل عاجل؟ فيما نحتاجه الآن بشكل عاجل هو قوافل إغاثية يعني كاملة لا غير منقوصة، هذا أكدنا بأكثر من مرة من خلال تواصلنا مع الأمم المتحدة مع مبعوث ديمستورا سيدة حول مطار وغيرهم. القوافل الإغاثية هي الضرورة الملحة رقم واحد، وأيضا مطلبنا هو أن يكف النظام من استمرار بهجمته على المنطقة الغربية وهي المنطقة الزراعية لمدينة دارية، حيث قام بتدمير عشرات الأراضي الزراعية للمحاصرين، ربما لا تكفي مئات القوافل لتعويض ما دمره النظام. الحاجة الأساسية والضرورية هي للأغذية والغذاء ولا شيء غيره. اليوم وبعد دخول السيارات بغض النظر عن محتواها لم يجد المجتمع الدولي أي مبرر أمامه. ادعاءات النظام السابقة والروس بأن الطريق إلى دارية غير سالك، بأن الطريق مليء بالألغام وما هنالك، كل ذلك أصبح هباء. بالأمس دخلت قوافل المساعدات، وصلت نعم إلى دارية، تم تنزيلها، عادت كامل البعثة المرافقة للقافلة إلى مكاتبها في دمشق ولم يحدث أي شيء. طيب، شهر رمضان المبارك على الأبواب، لكن هل من أنباء عن أي تنسيق لاستمرار الهدنة في الشهر الفضيل واستمرار إدخال قوافل جديدة من المساعدات؟ من المفترض أنه غدا الجمعة تدخل القافلة، قافلة الإغاثات، هذا ما صرحوا به بالأمس أن هذه هي فقط دفعة أولية والدفعة الرئيسية هي غدا. اليوم تأتي الأنباء باحتمال أو قرب تأجيل قافلة الغد، لا يوجد لأي مبرر حقيقي، المبررات هو عدم استكمال الإجراءات أو موافقات النظام السوري. وحقيقة هذا يعني مؤسف بحق الأمم المتحدة بعد عشرات القرارات الملزمة. ب 2014 مجلس الأمن أصدر قرار بضرورة إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة دون إذن النظام السوري. بواحد الشهر من المفترض أنه أن تبدأ برنامج الغذاء العام بإلقاء المساعدات عبر الجو بدون الانتظار لا موافقة النظام السوري ولا غيره. إلى الآن ننتظر نعم، يعني ما تعدنا به الأمم المتحدة. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة. معنا فادي محمد، عضو مكتب العلاقات في المجلس المحلي لمدينة درية، كنت معنا عبر الهاتف من درية، شكرا لك. الإصابات التي تؤدي إلى عجز دائم تلك هي الأقصى ضمن الحروب، فالحرب التي يشنها الأسد ونظامه على الشعب السوري أدت إلى وقوع عدد كبير ممن أصبحوا ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة إثر إصابتهم، ليبرز دور الجمعيات الخيرية في إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع عن طريق مشاريع تنموية صغيرة. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل أخبار الآن جواد العربين. أوقات عصيبة مرت على الشاب غسان الذي استهدفته قناصة الأسد في حي القابوني الدمشقي، ليصاب بشلل نصفي ويمسي عاجزا عن المشي، الأمر الذي أصابه باكتئاب بعدما شعر بنفسه علة على أسرته. قبل أن تساعده إحدى الجمعيات الخيرية في إنشاء مشروع صغير وإعادة دمجه في المجتمع. تعرضت لإصابة قناص بهذا الشارع، إجا ضرب بالعمود الفقري عندي، سوالي شلل نصفي، الحمد لله رب العالمين، وقت تصابت كل شهرين متجوز، صار عندي بنوتة والحمد لله. ايه وقت تصابت يعني صفيت عطى العمل يعني ولا شغل، الحمد لله هلا بهمة الشباب جمعية برد والشباب انجزوا لي هالمحل هذا المشروع، والحمد لله نتعيش منه، جابوا لي ميتور 3 دوليات تبع عجزه، وحيطوروا لي اياه يسووا لي 5 دوليات لانه انا ما بحسن اتحكم بمعدتي هي. ابو عبد الله مقاتل سابق في صفوف الجيش الحر، أصيب خلال المعارك ضد قوات الأسد وأسفرت إصابته عن شلل نصفي، ليواجه واقعه الجديد بابتسامة إصرار وتحدي. ساعدته على رسمها إحدى الجمعيات الإغاثية بتوفيرها دراجة خاصة وتأسيس مشروع تجاري له. بعد اقتحام الكراج البولما من قبل الجيش الحر بشهرين تقريبا،
حاول النظام استعادته، فنحن تصدينا له. بأثناء تصدينا له اقتحم منطقة هو اسمها الكماسية بتلازق يعني كراجل بولما، فاستهدفني قناص برقبتي، صار عندي إصابة بالنخاع الشوكي، صار عندي شلل حسي حركي سفلي وأدى لشلل يعني أطرافي السفلية. وبعد منها تميت فترة شي سنة ونص قاعد بالبيت يعني. بعدين اجوا شات فريق وردي مشق الله يجزيهم الخير وقدموا لنا سعر رئيس جمادة. تتضاعف التحديات التي يواجهها ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل حرب وحصار يفرضهما الأسد ونظامه على السوريين منذ سنوات، ويبقى الأمل يحدوهم نحو حياة ومستقبل أفضل يسطرون خطوطه بأيديهم وإرادتهم. جواد العربيني، أخبار الآن، حي القابون، العاصمة دمشق. اختارت جامعة ألمانية عددا من اللاجئين السوريين من بين مئات من جنسيات أخرى تقدموا لبرنامج للتأهيل التربوي والعلمي، ذلك للاستفادة من مهاراتهم واستثمارها في المدارس الألمانية. جاء في تقرير مصور عرضه موقع دي دبليو أن جامعة بوتسدام بدأت في تأهيل 25 معلما سوريا لاجئا من خلال دورة مكثفة بهدف تعريفهم بنظام التعليم في ألمانيا تمهيدا لممارستهم العمل في المدارس. ومن المقرر أن تخرج الجامعة الدفعة الأولى من اللاجئين المدرسين أو المدرسين، حيث سيحصلون على شهادة تأهيل تمكنهم من ممارسة مهنة التعليم في المدارس الألمانية. عبر الهاتف مباشرة من برلين ينضم لنا موفد أخبار الآن يمن شواف. يمن، مساء الخير. إذن ألمانيا استقبلت طبعا اللاجئين السوريين، ولكن هم بدورهم لم يترددوا في استثمار خبراتهم، في استثمار شهاداتهم كتعويض نقص المعلمين كما ذكرنا في الخبر السابق. ماذا تعرف أكثر عن الموضوع؟ هل من تفاصيل؟ مساء الخير خديجة. طبعا في أكثر من برنامج، هي برامج كانت اقترحتها جامعات أو حتى يعني ولايات في ألمانيا. طبعا هاي الولايات شافت في سوريين كان لهم أكثر من سنتين أو حتى 3 سنوات من اللاجئين اللي اجوا من البداية، رح تخلص مدة الإقامة تبعهم، ومنهم خلص اللغة وعم بينتظر عمل، ومنهم أصحاب شهادات مدرسين أطباء مهندسين، ولكن هدول ما عم بيقدروا بيلاقوا فرصة عمل. طبعا بالإضافة لأعداد الأطفال العوائل اللي اجوا مع أهاليهم، هدول اللي عم يروحوا على المدارس عم بيكون في صعوبة، لأنه هن بين ما يتعلموا اللغة ليندمجوا مع المجتمع مع الحياة مع القوانين. فارتأت الجامعة بهذا المشروع. في كتير يعني في كتير من خطط أو برامج لعمليات الاندماج في المدارس أو لتأهيل مدرسين. يعني هاي المحاولة هي محاولة اللي كانت حكت عنها ميركل قبل سنة تقريبا، هي استثمار اللاجئين والاستفادة من اللاجئين، وأنه اللاجئ هو مو أزمة مثل ما صور البعض، أنه هو جاي لألمانيا أو لأوروبا لحتى يأخذ فقط المساعدات يقعد بالبيت. لا، هاي الخطوة كانت في ألمانيا. في كتير خطوات ثانية، في كتير اليوم برامج شفناها يعني في ألمانيا عم تشتغل على تأهيل اللاجئين ودمجهم في المجتمع، طبعا بداية باللغة ومن ثم تأهيلهم للبدء في سوق العمل. أيضا يمان، بالنسبة للاجئ السوري مثلا في ألمانيا، كيف لا يتردد في استثمار خبراته، في استثمار شهاداته في سبيل وجوده في البلد الذي استقبله بشكل جيد، أيضا لتلبية أي نقص تعانيه مثلا ألمانيا في المجال الذي يتقنه أو الذي يحمل شهادة فيه؟ نعم، بالدرجة الأولى خديجة لازم هو يروح ليعمل لغة، يعني اللغة بتمتد من 6 أشهر ل9 أشهر، بعدين بيحصل هو على شهادة إنه أتم هاي اللغة، اللي هي بعدها بتأهله إنه هو يروح يبدأ إما تدريب مهني أو إما يبدأ بالبحث عن عمل من خلال الشهادة تبعه. طبعا هو بيحتاج هذا التدريب أو بيحتاج لشهادة ثانية غير اللغة لتأهله هو يشتغل بالسوق الألماني شو ما كانت شهادته. هلأ غالبا أصحاب الشهادات عم يلاقوا صعوبة، لأنه هو عم يجي تحت اسم لاجئ، عم يلاقي صعوبة بأنه هو يعدل شهادته، بأنه هو يشتغل بالشهادة اللي حصل عليها. في جامعات في ألمانيا، أنا شفت أكثر من جامعة في ألمانيا أعطت منح تماما مثل ما عملته هاي الجامعة، أعطت منح للسوريين تحديدا أو حتى للاجئين، لما نكون نحن فقط محددين كسوريين، يعني اليوم في لاجئين من جنسيات ثانية، في عراقيين، في سوريين، في أكثر من جنسية. فهي أعطت اللاجئين حق ومنح في هاي الجامعات لأنه هو يعدل شهادته. طبعا السوريين برزوا بهذا الموضوع، لأنه في كثير من السوريين المؤهلين اللي هم أصحاب شهادات عليا
لذلك هن كان لهم يعني اثبتوا وجودهم في هاي المنح. شكرا لك يمن شواف موفد اخبار الان الى المانيا، كنت معنا عبر الهاتف مباشره من برلين، شكرا يمن. عبر عدد من نجوم الفن والإعلام السوريين عن أمنياتهم الطيبة لسوريا شعبا وبلدا في ظل الظروف القاسية التي يعيشها أبناء هذا الوطن في الداخل بصفة خاصة أو خارج حدوده، متمنين السلامة والأمانة لأبناء هذا الوطن وأن تسود المحبة بين الجميع. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب، ما بدي أقول السنة الجاي لأنه بعيدة، العام الجاي رح يكون بعيد، إن شاء الله بهالأيام نلاحظ ونلاقي أنه سوريا رجعت للأمان وللسلام وكل شيء حلو يا رب بتلاقوا. أبناء بلدي وأخواتي السوريين بحبكم كتير وربي يخليكم ويقويكم ويصبركم كمان. نتمنى من كل قلبنا والمسج تبعي بوصله أكتر شيء للشعب السوري بلدي أنه نتسامح ونحب بعض ونكون بطريقة كتير حلوة، نكون قريبين من بعض ويا رب هيك نكون أيامنا حلوة وجميلة مع بعض. فقراتنا مستمرة مشاهدينا فيها بعد قليل. ما الذي يسعى داعش لإيصاله عبر إصداراته؟ أهلا بكم من جديد. لليوم العاشر تتواصل المعارك بين تنظيم داعش والقوات العراقية التي تحاول اقتحام مدينة الفلوجة من عدة محاور. تشارك في هذه المعركة قوات من الحشد العشائري من أبناء محافظة الأنبار التي حررت منطقة البوهوة جنوبي الفلوجة، وتتجه لكسر الخط الدفاعي الرئيسي للمدينة في قرى زوبع. وبرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إرجاء العمليات في الفلوجة بسبب ما أسماه بالخوف على حياة المدنيين، إلا أن مناطق عدة ما زالت تشهد اشتباكات بين الطرفين، خاصة جنوب الفلوجة وشمال شرقها. تتصاعد وتيرة المعارك التي تخوضها القوات العراقية مدعومة بمقاتلي الحشد العشائري لتحرير مدينة الفلوجة من داعش، إذ بدأت دفاعات التنظيم على أسوارها تضعف خاصة من الجهة الجنوبية بعدما تمكنت القوات المشتركة من تحرير قرية الإحصي والبهو والاندفاع باتجاه جسر التفاح في منطقة الناعمية لتحقيق تماس مع الوحدات العسكرية المرابطة هناك كي يتسنى لها شن هجوم أقوى ومكثف باتجاه الخطوط الدفاعية الرئيسية لمدينة الفلوجة. خرق دفاعات العدو في منطقة البهوة والوصول إلى السد على الضفة القريبة لنهر الفرات. هذه العملية الغرض منها هي التقدم باتجاه جسر التفاحة وتحقيق التماس مع قطاعات الفرقة، التدخل السريع من الضفة الثانية لنهر الفرات من جهة الشرق، وبهذا تكون القطاعات على مشارف مدينة الفلوجة. سيطرة القوات العراقية على منطقة البوهوة تكون قد عزلت قرى زوبع عن محيطها باتجاه جنوب الفلوجة، وذلك بعد قطع طرق الإمداد التي يسلكها تنظيم داعش، وهو ما سيمهد لعمليات عسكرية قادمة لتحرير تلك القرى التي تعد المفتاح الرئيس للدخول إلى الفلوجة، لأنها تعد أحد أهم الخطوط الدفاعية عن مركز مدينة الفلوجة. الجهة الثانية هي منطقة تابعة زوبع، لكن يسكنها أكثر الآن اللي بيها هم تنظيم داعش الإرهابي، ومستعدين بإذن الله التعاون مع القطاعات الأخرى للعبور إلى هذه المنطقة وبعدها الدخول إلى مدينة الفلوجة. قطعنا امداد داعش من اتجاه العبرة، من اتجاه العام البهوة لاتجاه زوبع. العبرة انقطعت، أي امداد بعد ما عليهم باتجاه زوبع، أي امداد ما نبعد حاليا عن سد الفلوجة 3 كيلوات. التقدم إن شاء الله الجاي إحنا عن ناظم مال سد الفلوجة. تعد المعارك في مدينة الفلوجة أشرس المعارك التي خاضتها القوات العراقية والحشد العشائري في محافظة الأنبار إن لم تكن في العراق عموما، ذلك أن التنظيم يرمي بثقله العسكري فيها بعد أن خسر مناطق شاسعة، فضلا عن كون الفلوجة أول مدينة يحتلها التنظيم في العراق، وخسارتها ستكون مقدمة لانهياره في العراق ثم سوريا. من أطراف مدينة الفلوجة لأخبار الآن معاذ الضيغمي.
كل شيء درس بعناية فائقة، هذا ما خلصت إليه عدة مراكز بحثية متخصصة في شؤون الجماعات الإرهابية بعد دراسات تناولت إعلام داعش الذي أنفق على تكوين مؤسساته مبالغ طائلة وظفها بغية إيصال رسائل نوعية إلى أكبر عدد من الناس. في التقرير التالي نبحث خلف التصوير السينمائي اللافت وخلف العنف والقسوة الغالبان على الإصدارات لإدراك قيمة التضليل الذي انتهجه إعلاميو داعش لإيصال رسائل التنظيم. عدة رسائل فكرية وأهداف مختلفة يسعى داعش إلى إيصالها والوصول إليها من خلال فريق عمل مؤلف من إعلاميين محترفين وهواة ومناصرين ناشطين على شبكة الإنترنت، إذ يسعى داعش في البداية إلى ترسيخ عدة مفاهيم في أذهان المتلقين عن التنظيم، وذلك عبر عدة ثنائيات من المتناقضات أهمها القسوة والرحمة والضحية والجلاد والهجرة والانتماء. وفي حين أن القسوة والوحشية كانا العاملان الطاغيان على ما يصدر عن إعلام داعش، لكن تبقى العمليات الإعلامية للتنظيم محسوبة بدقة، إذ يعمل إعلاميو داعش على إنتاج المحتوى بعناية شديدة في سبيل استقطاب مختلف الفئات من المشاهدين والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتلقين، مستخدمين التضليل وسيلة في تأجيج الجماهير ونيل إعجابهم، ومعتمدين على شغف وسائل الإعلام العالمية بما هو مثير كافتخار المسلحين باستعباد النساء جنسيا أو إعدامات جماعية بطرق مقززة. بعد متابعة لساعات طويلة من إصدارات داعش اتضح مدى التضليل المتابع لدى التنظيم، فعلى سبيل المثال وبالتمحيص في إصدارات عدة تناولت ثنائية الهجرة والانتماء التي يسعى التنظيم من خلالها إلى إيصال فكرة اليوتوبيا أو المدينة الفاضلة القائمة على الأرض الخاضعة لاحتلاله. المفارقة أن أهل تلك المناطق وبعد خلاصهم من قبضة مسلحي داعش يرون فضائع عن نمط الحياة في ظل احتلال التنظيم. ما حتى يعطيك الحساب تاعك؟ والله لا رحنا على زكاة ولا وصلنا. نطلب منك من الثاني لله، قال عطل خياط من ولا ممكن يخرج. الله صليت على النبي. ما نريد داعش احنا، ما نريد داعش، انا على ابو داعش. كيس الطحين وصل مليان وربع وما عندنا امكانيه نشتري طحين. يطعنونا نوا يطعنونا وناك. ولا يقف الأمر عند تضليل الجماهير الساعي داعش إلى استقطابها في الخارج، بل يستغل داعش انقطاعا شبه تام للأهالي في مناطق احتلاله عن العالم الخارجي ليعمل على تكثيف بث سمومه الفكرية في عقول الأهالي، خاصة الأطفال الذين يجمعهم مسلح داعش لمتابعة إصداراته في النقاط الإعلامية المنتشرة والتي عزز التنظيم دورها في المجتمع عبر قطع خدمات الإنترنت عن الأهالي ومنع استخدام اللواقط الهوائية. يرى باحثون مختصون في مجالي الإعلام والدعاية أن داعش استمد أسسا كثيرة من كتب قواعد الدعاية العالمية ليصل إلى كافة الفئات المتداخلة ممن يهتم داعش بإيصال رسائله إليها، بدءا من الحكومات وصانع القرار مرورا بالشعوب في مختلف أنحاء العالم، وليس انتهاءا بفئة المتعاطفين والمجندين المحتملين ليتفوق بذلك على إعلام جميع الجماعات المتطرفة وينجح بتقديم نفسه التنظيم الأكثر تطرفا ودموية في العالم. عبر الأقمار الصناعية مباشرة من تونس ينضم لنا الدكتور علي العلاني الخبير في الجماعات المتشددة. دكتور علي مساء الخير، أهلا بك معنا. تابعت معنا التقرير، ولكن أيضا عندما نتمعن في إعلام داعش في إصداراته نجد أنه طبعا يستخدم أقوى أدق تقنيات، مثلا في إخراج الفيديوهات، المؤثرات الصوتية، المونتاج، الصور، دقة الصورة، يعني أحدث الوسائل. لماذا يدرس كل هذه التفاصيل بكل هذه العناية والدقة؟ ما الهدف وما الغاية من ذلك؟ مساء الخير وتحية لكل مشاهدي قناة الآن. في الحقيقة أعتقد أن الأسلوب الذي يتبعه داعش في الترويج لأفكاره الإرهابية ولرؤاه يعني المسمومة من الناحية الفكرية، أعتقد أن التقارير العلمية أكدت أن داعش تعتمد في 70% من نشاطها على الدعاية الإعلامية و30% على العمل الميداني.
أولا داعش تدرك أن تأثير الصورة وقيمتها ويعني تداعياتها وانعكاساتها على الأفراد وعلى المجموعات وعلى الدول هي هامة وهامة جدا، وبالتالي تولي داعش أهمية كبرى للصورة وتولي أهمية كبرى يعني الدعاية الإعلامية سواء على طريق المهندسين الذين تنتدبهم أو عن طريق الصور التي تروجها للعالم وتبعثها كصورة من تعامل داعش مع الذين يخالفون أوامرها والذين يريدون أن يتربصوا بها، وبالتالي هي تعتمد على أرقى التقنيات التكنولوجية التي يعني نعرف الآن أن الحرب في القرن 21 هي حرب نفسية وإعلامية قبل أن تكون حربا بالأسلحة. طيب في المحتوى، في محتوى إصدارات داعش عن طريق وسائله نجده يخادع بشكل كبير أو يلجأ إلى التضليل الإعلامي، يجمل الواقع يعني بعكس ما يعاش في مناطق احتلاله، يظهره كأنه أجمل بكثير وكأن مناطق احتلاله هي أجمل المناطق التي يمكن أن يعاش فيها، بينما الواقع هي أبشع وأفضع ما يمكن أن يعاش فيه أو أن يمارس الإنسان بحقه أبشع وأفضع الممارسات. كيف تفسر لنا ذلك؟ هو يجمل ويضلل إعلاميا عن ما يعاش في مناطق احتلاله. هو بالضبط ما ذكرتي، لأن داعش بطبيعة الحال الآن عندما حوصر من الناحية العسكرية وأصبح هناك حلفان كبيران يعني يهددان وجوده، الآن بدأت تتضح الصورة الحقيقية لداعش. هي في الحقيقة كانت موجودة إلى حد ما عند بعض المحللين. داعش بطبيعة الحال الآن ومنذ تقريبا 3 أيام قال الرئيس الأمريكي أن داعش لم تعد تحتل في العراق إلا 15%، وأن في سوريا خسرت عدد كبير من مواقعها. إذن نتيجة لهذه الأوضاع الجديدة الآن عدد كبير من أنصار داعش، هناك من فر وهناك من ذهب إلى ليبيا في انتظار أن ربما يتجه إلى غرب الصحراء الإفريقية، وهناك أيضا من انطوى على نفسه، وبالتالي الآن ستبدأ في الظهور العديد من الهنات والخدع التي كان يستعملها داعش. وأولى هذه المصاعب الكبيرة التي اعترضها داعش هي في الحقيقة بدأت أولا مع تدخل الأحلاف الدولية بقوة ضدهم، وثانيا لا ننسى أنه هناك قرار نزل من القيادة المركزية لداعش في 18 يناير 2016 يؤكد على أنه خفض رواتب مقاتليه إلى النصف، وبطبيعة الحال هذا كان له انعكاس كبير. اكتشف أنصار داعش أو مقاتلو داعش اكتشفوا أنهم يعيشون خدعة، وأن هذا التنظيم لم يعد بذلك الغناء الذي بدأ به عندما اقتحم الموصل وعندما قام بسرقة البنوك وبدأ ب$400 مليون في الموصل إلى غير ذلك. إذن بدأت الصورة والهالة الإعلامية التي صاحبت داعش منذ 2014 بدأت تتداعى، وبما أن داعش كانت ظاهرة إعلامية بالدرجة الأولى وظاهرة إرهابية بالدرجة الثانية، ولو أن الإعلام كان في خدمة الإرهاب، ولكن الحقيقة الإرهابية لداعش كانت في إعلامها أكثر من عملها الميداني. فبالتالي نرى اليوم أن داعش عندما بدأت تتقلص مساحتها الترابية وعندما بدأ تجفيف مصادرها المالية بدأت تظهر على حقيقتها كتنظيم كعصابات إرهابية لا أكثر ولا أقل. طيب. وهنا كانت الصدمة لدى مقاتليها، وهناك من وقع التغرير به عن طريق تلك الشبكات التي تنتدب المقاتلين. نعم. الذين كانوا يزينون لهم الحياة داخل المدينة الفاضلة كما يسمونها لدى داعش، وعندما بدأ هؤلاء يكتشفون الحقيقة بدأت يعني ومع الخيبات المتتالية ومع الخسارة الميدانية بدأت تلك الجموع تراجع نفسها، ولعل ذلك سيعجل
بنهاية هذه الأسطورة ربما خلال الأشهر القليلة القادمة. طيب. دكتور علي، الباحثون في مجال الدعاية والإعلام قالوا بأن داعش استمد أسسه الإعلامية من كتب أساسيات الدعاية العالمية، هذا ما بدأ واضحا في إصداراته، ما يجعل محتواه يستقطب الحكومات، يستقطب الشعوب، يستقطب المتعاطفين، يستقطب يعني الجميع، كل شرائح المجتمع. قدم نفسه بالمقابل، يعني مع كل هذا نفسه قدمه كالتنظيم الأكثر دموية، الأكثر تطرفا في العالم. ما الذي يريد إيصاله داعش من وراء كل هذا؟ ما هدفه؟ يعني بطبيعة الحال داعش كان يريد أن يقول أنه هو رقم صعب، وأنه قادر على أن يهدد أي إن كان يعترض ربما طريقه. ويعني تأكيدا لما يعني تحدثنا عنه عن قوة الدعاية عن داعش، لنأخذ مثال هؤلاء المقاتلين الذين أتوا من أوروبا، وهؤلاء يعيشون الثورة التكنولوجية والتقنية، وهؤلاء ربما لا تنقصهم الماديات كثيرة، لا ينحدرون من أوساط اجتماعية رثة. إذن الذي جلب هؤلاء الأوروبيين هي قوة الدعاية الإعلامية، وبالتالي نرى أن داعش كان أكثر نفقاته في جانب التسويق، أو ما نسميه بالماركتينج. والماركتينج كان وراء داعش، كان هناك مسوقون كبار ومتخصصون في هذا المجال، وتقنيون من أعلى درجات، وكانت رواتبهم خيالية. وبالتالي كانت الحرب الدعائية والإعلامية هي عصب نشاط داعش. الآن بطبيعة الحال بعد كل هذه المحاولات نلاحظ أن داعش لم تكن تهمه الجوانب الدينية، حتى أنه في انتدابه للمقاتلين الجدد كان لا يشترط إن كان هذا من خريج السجون أو من متعاطي المخدرات أو له ثقافة دينية معمقة أم لا، كان يبحث عن أشخاص ينفذون ولا يناقشون. والقسوة التي كان يبدو بها داعش هي في الحقيقة رسالة للطرفين، هي رسالة للذين ينتدبهم المقاتلين الجدد، حتى يعرفوا أن كل تصرف يعني ضد قرارات التنظيم وضد يعني أوامر التنظيم ستقاوم بكل قسوة. وهي رسالة ثانية أيضا للمناطق التي تباشر فيها القتال، بأنها لا يمكن أن يعني أن تتصرف مع منافسيها أو مع معارضيها بشكل حضاري كما في الحروب. في الحروب يمكن أن تتم بعض العمليات الأسر، ولكن يتم تبادل الأسرى ويتم احترام الأسرى، لكن بالنسبة إلى داعش فقد داست على كل قيم التي كانت تستعمل حتى في الحروب، وداست على كل القيم الدينية، لأنها كذبت على هؤلاء المقاتلين عندما سوقت لهم الجنة مقابل أن يفتتوا بأرواحهم في سبيل وهم لا هو موجود لا في الدين ولا في العرف ولا في العادات الاجتماعية. نعم. وهذه العناصر بطبيعة الحال سيأتي يوم، وجاء هذا اليوم الذي أثبت أن دعاية داعش وأسطورة داعش ما هي إلا كذبة كبيرة، وأن نعم مآلها إلى السقوط هي ستكون في القريب العاجل. أشكرك جزيلا دكتور علي العلاني، الخبير في جماعات متشددة، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من تونس. شباب من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية تركوا حياتهم وارتموا في أحضان التنظيمات الإرهابية، خاصة داعش. ظاهرة استدعت دراسات وبحوثا لمعرفة الأسباب والدوافع إلى اختيار مصير مجهول من هؤلاء المغرر بهم. غفران شيخاوي التقاها الزميل جمال العريبي وأعد لنا هذا التقرير. غفران فتاة لم تتجاوز 18 من عمرها لتصبح من أهم أفراد داعش الذين تبحث عنهم السلطات التونسية لالتحاقها بداعش في ليبيا برفقة أختها رحمة. كاميرا أخبار الآن كانت أول من التقى رحمة وغفران في سجن معتيقة في طرابلس، وحاولت معرفة الأسباب والعوامل التي دفعت بهما للالتحاق بهذا التنظيم. عشنا يعني سبحان الله أمي وبابا مطلقين، كان بابا يعني مفتقدين، يعني ما عايش معنا بابا، لكن يا سبحان الله ما مش عارفين شو معنى يعني الأب، مفتقدين حنان الأب، مفتقدين سبحان الله يعني معناها، لكن يجيب لنا حتى أبسط الأشياء، إنها كعبة حلوة ما يجيبها لنا. ليش؟ كانت أمي هي كل شيء، كانت راجل، مرأة، كانت أم، كانت تخاف علينا، كانت سبحان الله يعني بكثر خوف علينا، كانت ما تنجمش، كانت قاسية جدا، يعني ما كانش تستطيع أن تظهر حبها لينا ولا حنانها لينا، كانت قوة بس.
سبحان الله، نسأل الله أن يربي جزاها كل خير. كثيرا ما يستغل داعش الجهل بالدين عند الأشخاص لاصطياد فرائسه بسهولة واللعب بعقولهم، وهذا ما حدث تماما لغفران التي تؤكد اليوم جهلها بالدين واستغلالها من قبل هذه الجماعات. قلنا الطاغوت من يحكم بغير ما أنزل الله، فهؤلاء الطاغوت يعني دمه وعرضه وماله حلال، يعني سبحان الله، يعني معناه وين تمشي للمحلات، للأسواق، للخيمة الدعوية، للجامعة، للجامعة تقريبا كل جمعة كل جمعة كل جمعة، يعني ونمشي نفس الموضوع، الجهاد في سبيل الله، الكفر بالطاغوت، الإيمان بالله، الكفر بالطاغوت، هذا هو يعني ما جيناش يعني طريق، ما جيتش طريق يعني عاكس، ولا طلع الشيخ يعني قال لا هذا غلط، ولا كل الناس كل تمشي في هذا الطريق، والناس كل تقولنا معناها الناس تخطط فينا، انتم سلفية، انتم قدوتنا، انتم كذا، انتم كذا، يعني صدقا انا ما كانش عندي علم، ما عنديش علم اني ما عنديش علم، جاهلة ديني صدقا، حاجة اللي نعرفها بسيطة يعني، صدقني لو يسألني شخص يعني في أمور دين ولا فقه ولا حاجة نقعد معناها ما نعرفش نجاوب سبحان الله. ومن العوامل التي يركز عليها داعش في استقطاب أفراده الفقر، إذ تؤكد كثير من البحوث والدراسات أن أكثر الملتحقين بداعش جاءوا من أحياء فقيرة ويعانون الفقر، وهذا أيضا ما أكدته لنا غفران قائلة إن داعش يلعب على هذا الوتر. أمي قلت خلاص أنا تعبت يعني ولازم منكم تتعاونوا، بطلنا القراية يعني أختي رحمة، بطلنا القراية وقلت هيا بنمشوا نديركم جوازات ونمشوا ليبيا بنخدموا يعني في ليبيا ونحصلوا فلوس ونرجعوا يعني نرجعوا لتونس نعيشوا حياة كريمة، يكفي من الفقر، يكفي تعبنا وما عادش نجموا يعني سبحان الله، يعني حالة ذل ما عادش نجموها، فهمت؟ أمي عملت لي جوازي، حضر جوازي يعني الأول، قالت أمي خلاص أنت نرفعك يا غفران مشي أنا وياك حتى بعد شهر آخر يعني يحضر جوازة أخواتك، قلت لها بهي يا أمي نمشوا. مجينا لليبيا تعرفت على أشخاص يعني في الفيسبوك في سوريا، نحكي معاهم وكل شيء بحكم أني هذا اللي قيته في تونس وهذا المتأثر به وهذا اللي في عقلي الحق يعني، قالوا لي حكيت لهم أني جيت أني وأمي يعني أخوتي يعني نحن في ليبيا وكذا وكل شيء، قالوا لي خيرك أنت معناها ما تلتحقيش بالدولة الإسلامية اللي في ليبيا، قلت لهم وين دولة إسلامية، قالوا لي راي هيك وهيك ألتحقي وفي مضافات استقبل في الأخوات وفي الأخوة ومعناها تعيش حياة كريمة يعني تلوجي عليه يعني يجيك ليديك من غير حد شيء، من غير تعب لحد شيء سبحان الله يعني. وعن سر انجذاب الشباب إلى مثل هذه التنظيمات قالت غفران إن هناك عوامل استغلها داعش للعب بعقلها، منها التفكك الأسري والفقر والجهل بالدين، وهي عوامل كانت سببا لالتحاقها بداعش. رسالتي للمشايخ وعلماء الأمة أنهم سبحان الله نحس فيهم مقصرين، لو كان سبحان الله يعني يوصلوا في الدعوة وكانوا يعني يقروا في الناس ويعلموا في الناس دينها ما توصلش للدرجة هذه، أني ما نوصلش لهنا، أني ما كانش مكاني لهنا، مكاني راني نقرأ، راني سبحان الله مازلت طفلة، والله العظيم مازلت طفلة، عمري 18 سنة، راني بزلت في المدرسة نقرأ، مانيش لهنا في السجن أنا وبنتي، حسبي الله ونعم الوكيل، نسأل الله نسأل الله نسأل الله أن ربي يهلك الخوارج هذه، ربي يهلكهم ربي يهلكهم وعليهم لعنة الله، نسأل الله يا ربي ينتقم منهم في الدنيا والآخرة. استغلوا أول حاجة تعطشنا لهذا الدين، حبنا للدين، حبنا لتطبيق شرع الله، واستغلوا ضعفنا واستغلوا جهلنا. بعد إلغاء العقوبات المفروضة على بلادهم يأمل الطلبة الإيرانيون في أن ينعكس ذلك على القطاع التعليمي بشكل عام والجامعي بشكل خاص، وكذلك تسهيل التواصل مع الجامعات الدولية. مراسل أخبار الآن حامي حميدي زار جامعة طهران والتقى الطلبة هناك، نتابع. يقول المشرفون الدوليون إن إلغاء العقوبات سيجعل إيران قادرة على الاستفادة من العلوم النووية في المجال الطبي، هل هذا صحيح برأيك؟ ربما يكون ذلك صحيحا ومؤثرا، وبالرغم من أننا كنا نملك هذه القدرة، لكن إلغاء العقوبات سوف يساعد أكثر على الاستفادة من هذه الإمكانات في المجال الطبي. يقول المشرفون الدوليون إن إلغاء العقوبات سيؤدي إلى تسهيل عمل العلماء الإيرانيين، وإن بعض الطلبة والعلماء الإيرانيين الذين يعيشون خارج إيران ويفضلون الإقامة هناك سيعودون إلى إيران،
هل ترى هذا صحيحا؟ ليس صحيحا، لم يكن الأمر كذلك، لأننا لاحظنا مؤخرا قيام الحكومة الأمريكية بوضع قوانين جديدة تمنع السفر إلى إيران، وهذا من العوامل التي تؤدي إلى عدم عودة كثيرين، ولكنني أرجو أن يتحسن الوضع في المستقبل. يقول المشرفون الدوليون إن إلغاء العقوبات سيجعل الطلبة والعلماء الإيرانيين قادرين الآن على الاستفادة من المواد ذات التطبيقات المزدوجة لأهداف علمية، أما في الماضي فقد كانوا يعانون القيود في مجال الاستفادة من هذه المواد في المجالات كافة. ما تقول في هذا الأمر؟ ليس صحيحا، لأن إلغاء العقوبات حدثت للتو ولم يحدث أي شيء بعد، لكنني أرجو أن يحدث ذلك في المستقبل القريب. يقول المشرفون الدوليون إن إلغاء العقوبات سيؤدي إلى تسهيل عمل العلماء الإيرانيين، وإن بعض الطلبة والعلماء الإيرانيين الذين يعيشون خارج إيران ويفضلون الإقامة هناك سيعودون إلى إيران. هل ترى هذا صحيحا؟ يجب أن يكون ذلك صحيحا أيضا، بشرط أن لا يضعوا العقبات وأن لا يكون ذلك مجرد كلام، وأن يثبت ذلك لنا بالعمل وتتوفر الظروف المناسبة. يقول المشرفون الدوليون إن إلغاء العقوبات سيجعل الطلبة والعلماء الإيرانيين قادرين الآن على الاستفادة من المواد ذات التطبيقات المزدوجة لأهداف علمية، أما في الماضي فقد كانوا يواجهون القيود في مجالات الاستفادة من هذه المواد في جميع المجالات. هل هذا صحيح؟ أعتقد أن هذا صحيح، لكن جميع هذه الأمور تتوقف على تطبيق هذا الكلام من قبل الطرف المقابل، وأن يكون الأمر منطقيا، لكن من المحتمل كثيرا أن يبقى ضمن حدود الكلام لا أكثر، وقد لا يحدث أي شيء ويبقى كل شيء مجرد كلام لا أكثر. يقول المشرفون الدوليون إن إلغاء العقوبات سيجعل إيران قادرة على الاستفادة من العلوم النووية في المجال الطبي. هل ترى هذا صحيحا؟ يمكن أن يكون ذلك صحيحا، ولم لا؟ لقد توصلنا إلى تقنية الطاقة النووية وكنا نعمل في مجالها، ويقال إنها كانت في المجالات الطبية والبحثية. فقراتنا مستمرة مشاهدينا فيها بعد قليل. فوانيس مصر حملة لتشجيع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على إنعاش الصناعة. أهلا بكم من جديد. مجموعة من الأطفال المصريين ينيرون ليالي رمضان هذا العام بفوانيس من صنع أيديهم، إذ تعمل حملة فوانيس مصر على تشجيع الأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة على إنعاش صناعة الفوانيس المحلية. مخزون فضي، دورنا أن احنا نعمل عملية توفيق أوضاع ما بين رغبات الحكومة ومتطلب المجتمع. الحكومة بتناشد بالصناعات الصغيرة، الصناعات الصغيرة، الصناعات الصغيرة. احنا داخلين على رمضان، فقلنا طيب رمضان الفانوس واقف، ليه ما نخترعش فانوس صناعه يدويه من الخرز او من ماده تكون سهله الصناعه وتكون صديقه للبيئه عشان نتكلم ضمن المجتمع العام في التنميه المستدامه. خدتي واحده بالك بقى من اللي عندك؟ عندهم قوه ابداع رهيبه، عنده اراده انت مش متخيلها في عمليه العمل. لو بيعرف يعمل هيعملها، مش هيعرف يعمل هيحاول يعملها، ما عرفش يعملها هيفضل وراها لغايه لما يعملها. لما يبتدوا ان هم يبتدوا يعملوا فانوس من تحت لفوق، يبتدوا ان هو حاجه تكبر قدامهم بيعملوها، يبتدوا ان هم يعني يحسوا بثبات وجودهم، يحسوا ان هم عملوا حاجه من صنع ايديهم، حاجه طبعا بالنسبه لهم حاجه كويسه جدا. طبعا كل واحد وقدرته، في بيشتغل معايا ميداليات بس، في اللي بيشتغل معايا اللي هو الحجم الصغير، في بقى اللي هم كبار شويه عندهم القدره وكده. حذر خبراء من أن التدخين يعزز فرص الإصابة بالسكري، حيث يتضاعف خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني لدى المدخنين أكثر من غيرهم، كما أن التدخين يمثل خطورة كبيرة على الأشخاص المصابين بالفعل بالسكري. تقرير الزميلة منى عواد والتفاصيل. من المعلوم وجود علاقة وطيدة بين التدخين وأمراض القلب ومختلف أنواع الأمراض الخبيثة، جعلنا نتساءل ما العلاقة بين السكري والتدخين. جمعية مكافحة التدخين الكندية حذرت من خطورة التدخين وارتباطه بالسكري، وأكدت أنه يزيد احتمال الإصابة بأمراض الأوعية الدموية.
وفي معرض التحذير قالت الجمعية إن احتمال الإصابة بالسكري من النوع الثاني يزيد بمعدل الضعف للمدخنين، وأوضحت الجمعية أن الأمر قد يصل في أسوأ الحالات إلى الحد بالإصابة بسكتة دماغية أو أزمة قلبية. الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة أوضحت أن التدخين يساعد على زيادة كمية الجلوكوز في الدم، ما يضعف السيطرة على مرض السكر، وذلك بسبب زيادة مادة النيكوتين في الجسم وتأثيرها الضار في عمل البنكرياس المسؤول عن إنتاج هرمون الأنسولين وإفرازه، أي أن النيكوتين يضر بعمل البنكرياس ويمنعه من إنتاج الأنسولين أو يقلل من إنتاجه، علما بأن مهمة الأنسولين ضبط كمية السكر في الدم وجعلها في الحدود المطلوبة. الجمعية الألمانية لمرض السكري حذرت من أن التدخين يفاقم الضرر الذي يصيب الأعين والكلى لمرض السكري، لأنه يتسبب في تسارع وتيرة التغييرات المرضية التي تطرأ على الأوعية الدموية بالأعين والكلى، والتي أصابها التلف بالفعل لدى مرضى السكري. للمزيد دائما مشاهدينا يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، أيضا تواصلوا معنا دائما عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وتابعوا بثنا مباشرة على موقع تلفزيون الآن على الإنترنت. بهذا نصل إلى ختام، شكرا لكم على طيب المتابعة. تابعوا نشرة الثانية عشر بتوقيت السعودية الواحدة بتوقيت الإمارات مع الزميل محمد عمر، آخر التفاصيل وآخر الأخبار.